يسعد مساءكم شباب. شباب يسعد مساءكم. يسعد مساكم شباب. شباب عم تسمعوني؟ رجاء سامعينك دكتور. تمام. ننتظر بس دقيقة أو دقيقتين يدخل زملائكم. بتمنى من الكل يتفاعل مع موعد الامتحان، في مجموعة من الطلاب يتفاعلوا مشكورين. بتمنى من بقية الطلاب على المود اللي يتفاعلوا مع موعد الامتحان مشان نحدد الامتحان إن شاء الله. سامعيني شباب؟ سامعينك دكتور. تمام، خلينا نبدأ. يعني هي دخل حوالي 14 طالب، بتمنى البقية يدخلوا زي ما حكيت قبل شوي. بتمنى منكم تتفاعلوا مع استبانة موعد أو اللي هي الفيدباك لموعد الامتحان على مودل مشان خلص نحدد الامتحان إن شاء الله الإلكتروني ونبلغ المركز التعليمي الإلكتروني. طبعا آلية تقييم هذا المساق كيف ستكون؟ هذا سؤال، فسأكتب ذلك على مودل. لكن من باب المعرفة عندنا راح يكون، طبعا احنا ايرليير في الخطة كان عندنا بروجكت، عندنا ميد تيرم وعندنا فاينل، فسنبقى على ما نحن عليه. بس الفرق الوحيد انه سيكون عندنا بروجكت واللي هو تقييمه زي ما كان بروجرس زائد ريبورت. في عندي ميد تيرم، بدل الميد تيرم راح نستخدم امتحان الكتروني زائد وظيفي. يعني بدل الميد تيرم راح نستخدم امتحان الكتروني زائد وظيفي. طبعا الامتحان الالكتروني زي ما احنا متعودين عباره عن تساؤلات قصيره، نكتب جوابها على المودل ومن ثم بنسلم حلها. عدد من الأسئلة 7-8 أسئلة، أوكي. وبالتالي بنحط عليها علامة، نصف العلامة، ونصف العلامة الأخرى نصف علامة المتام يعني بتكون على الوظيفة مور أور ليس، أوكي. هلا بالنسبة للفاينل، لحد الآن الجامعة الفاينل بتكون وجاهي ما لم يعني إن سمحت الظروف بذلك. إن شاء الله إنها تسمح الظروف بذلك وتكون امورنا في السليم، اوكي. يعني هاي بس المعلومات، ساكتب ذلك انا على المودل مشان بقية الطلاب قاعدين ما سمعوش الاناونسمنت يسمعوها. لكن هاي الطريقه، طبيعي الامتحان يحدد في يوم ما والوظيفه تعطى في نفس الوقت اللي فيه الامتحان. يعني مثلا يوم الاربعاء لنفترض امتحاننا، شايف انا في تصويت كثير على الاربعاء 24، نعطيكم الوظيفه اللي شورت تيرم او شورت بيريود هوم ورك،
يوم الأربعاء نعطيكم 24 ساعة بتسلموها بعد يوم كامل من الأربعاء، يعني إذا أعطيناكم إياها الأربعاء الساعة 5 المساء بتسلموها الخميس الساعة 5 المساء، أوكي؟ طيب خليني أعمل، طبعا في ملاحظة ثانية نسيت أحكي لكم عنها، مشكورين في أعتقد صبية المرة الماضية ذكرتني بشغلة مهمة، إنه النوتس تاعون الريتيننج جولز بحاجة لتعديل فيما يتعلق بالكود الجديد، فأنا رحت على النوتس واشتغلت عليها وحملتها جاست أوايل أجو، يعني من 5 دقائق تقريبا أو 10 دقائق حملتها على المودل اللي هي النوتس الجديدة معدلة تبعا للكود الجديد، لأن النوتس القديمة إذا في حد نزل الملف ما يتخلص منه السابق، بس ما يستخدموش للامتحانات لأنه السوق المحلي بيشتغل على الكود القديم. وأنا يمكن حكيت لكم بفرسان اثنين، لو بدي أصمم أنا بناية بصمم على الكود القديم، وراح تشوفوا الآن مع بعض كيف إنه في الكود القديم الأمور مالها أسلس، الكود الجديد بيعطي أرقام نونسنس. وحتى أحطكم بالصورة قبل لا أبدأ في المحاضرة، وين مشكلتنا في الكود القديم، عفوا في الكود الجديد. هاي عندك مقطع أنت، هاي very interesting issue to note، بحكي عن معادلة الكود الجديد. إذا فاكرين الـ VC في الكود أو الـ 5 VC بتساوي 0.75 في 3 في لامدا اس في رو للقوة ثلث، هيك المعادلة أعتقد، في لامدا في جذر اف برايم سي في بي في دي. بس بدي أحكي لكم هاي النوت لأنها مهمة جدا فيما يتعلق بشغلنا، خاصة في القواعد وفي الجدران الاستنادية. طبعا القواعد خلصناها في رسان اثنين، لكن قواعد الجدران الاستنادية ما هي برضو ضمن القواعد. شوفوا شو المشكلة في هاي المعادلة. هلا لمدا اس تتناقص مع دي، ولو انا جيت عملت ريجريشن على الاكسل بلاحظ انه لمدا اس تقريبا تتناقص مع دي للقوة 2، تمام؟ يعني كأنه في مقامها، أو عفوا للقوة ثلث، كأنه في مقامها دي للقوة ثلث. يعني أنا بقدر أقول لمدا اس هي عبارة تقريبا عبارة عن رقم على دي للقوة ثلث، فكل ما كبرت دي شو بصير في اللمدا اس بتقل. فكأنه هذا طبعا الكلام مش هيك المعادلة، بس هيك ريجريشن تقريبا. فكأنه يا شباب، كأنه أنا شو عندي، كأنه صارت المعادلة هاي اللي معادلة الكود الجديد هون أعطتني فاكتور كونستانت على دي للقوة ثلث. هلا لما يكون عندي مقطع ما وعليه مومنت ثابت، طبيعي بتعرفوا كل ما زدت أنا دي الرو بتقل، وكلكم يعلم انه تقريبا طبعا ده المومنت ثابت، انه الرو تتناسب عكسيا مع دي تربيع. هذا بتقدر تثبته انت، هاي دي مش رو هون الرو. كلكم بيعرف او بيقدر يثبت بسهوله انه كل ما انا زدت دي، يعني اذا انا ضاعفت دي رو بتنزل للربع تقريبا. فلو رجعت عوضت في هاي المعادلة بتصير في عندي الـ 5 في سي، لو رجعت عوضت هذا الكلام في المعادلة بتصير عندي الـ 5 في سي شو بدها تساوي؟ الـ 0.75 ثابتة والثلثين ثابتة، صار عندي في المقام هون دي للقوة ثلث اللي هي جاية من اللمدا اس، وصار في عندي هون في المقام دي للقوة ثلثين اللي هي جاية من رو، انه رو تتناسب مع مين؟ مع دي تربيع، مع واحد على دي تربيع. وفي عندي بي دي طبعا، وفي الاف برايم سي والكذا، يعني هذول موجودين مهمة بس ثوابت، هذول ما لناش دخل. لاحظ انه الدي بتشطب مع الدي مع الدي، يعني كانه خلاصه هذه الارجيومنت مشان الامور تكون ابسط، الكود الجديد بده يفهمني انه انا لو عندي مقطع مثلا 5 متر عرضه زي ما هي مقاطع القواعد وسماكته
الدي له 30 سنتي وعليه مومنت ام. اذا المومنت ثابت وانا رحت عملت الدي 60 سنتي، يعني شو عملت بالدي؟ كبرتها طبعا، والمومنت ثابت، المومنت ما دخلوش زي القواعد او زي الجدران الاستنادية. الكود بكل الدي 60 سنتي ولا 30 سنتي، الباي في سي تقريبا راح تضل نفسها، which seems to be stupid. اوكي، يعني بوجهة نظري انا معقول يعني المقطع 60 ولا 30 نفس الشيء؟ وهاي معضلة بتواجهني هلا، بحكي لكم كيف بتواجهني في الاكزامبل، او ممكن ان شاء الله المحاضرة القادمة في الاكزامبلز تاعون الجدران الاستناديه. ليش؟ لانك مثلا اذا عندك جدار استنادي، انت حطيت سمك الجدار 60 سنتي، ما زبطش في الشير. طبعا لاحظ المومنت ثابت، كانت ليفر ريتيننج وول، المومنت ثابت، ضغط التراب ثابت. فانا لو 60 سنتي لو عملته 70 سنتي ولا 80 سنتي ولا 90 سنتي دي، ولا متر، ولا متر و10، ولا متر و20، حسب الكود بتضل ال 5 في سي ثابت يعني على الفاضي. الا طبعا بضلني ازيد في الدي لما اوصل للحديد المينيموم، فساعتها رو بتثبت، ما بقدرش اغير رو، وساعتها بتبلش تزيد 5 في سي اكوردنجلي مع دي. فكانك انت اذا ال 60 مش نافعه، بجوز اللي بتصير نافعه متر 40 سم. اوكي؟ which is really nonsense. يعني انا اشوفه، حكيت لكم بخرسان اثنين وصفطت عن معادله الشير بتاعت الكود الجديد، انا اقتنعت انه المعادله هاي فيها مشكله كبيره. معادله الكود القديم برضه كانت قالت البيت ان كونزرفاتيف للحالات، بس معادله الكود الجديد غريبه شوي. anyway اعود لموضوعي، بدناش نضيع الامور كثير، بس انا راح تشوف اني حاط قيم لاف برايم سي عاليه في الاسئله، السبب مشان اعالج الشير، لانه اذا بديش اعالج الشير بهاي الطريقه بدي اضطر احط سماكات هائله which is nonsense. اوكي، هي بدي اعمل شيرنج لملف ال بدي اعمل شيرنج للملف يا شباب معكم اذا تسمحوا لي. هاي ريتيننج جولز، هذا هو الملف اللي بعد التعديلات، وزي ما قلت راح تلاحظ انه قيم اف برايم سي مش طبيعيه في المسائل. السبب مشان نعالج مشكله الشير. في المره اللي فاتت كنا بدينا نحكي عن الجدران الاستناديه، ووعدتكم انه نعرض في فيديو، مش عارف ايش هيك لحظه شوي يا شباب، مش عارف ليش هيك الزوم بالشيرنج، ايش هذا اللي بيطلعه بلوك، طلع لنا بلوك في مشكلة بالبلوك. طيب بدي أعرض لكم فيديو في السويل نيلينج، تمام؟ خليني أعمل شيرنج أول شيء للويب قبل، أو لا خلينا نعمل سول نيلينج احسن. هاي الويب، اي واحد منكم بيقدر يكتب سول نيلينج ويشوف على الانترنت. طبعا هاي عرضت معكم الويب، هلا اطلعوا هاي سول نيلينج، تمام؟ اوكي، هلا عندكم الان هاي هيك، بغض النظر مش عارف في صوت ولا فيش صوت، بس هاي البروسيس. tener cortes de suelos en obras viales en general. Tiene una بس بيهمني البروسيس انا. Los cuales trabajan fundamentalmente a la tracción. Sí. El corte de la excavación puede ser vertical. خليني اوقف شوي هذا الصوت لانه بالهندي بحكي. زي ما انتم شايفين هيو نعمل الدريلينج، بعدين بنعمل ايش؟ بنعمل البار الحديد. طبعا شي هاي القطع البلاستيك اللي محطوطه يا شباب، هاي قبل الشفكريت، خليني بس اوقف هون، شي قطع البلاستيك هاي المحطوطه، هاي مشان تضمن انه البار ما يضربش في التراب، يعني لما يفوت البار
تعرفوا الهول بتكون حوالي 10 سم او 8 سم، ورد الحديد بجوز يكون 12 ملي او 14 ملي، فمشان ما يضربش في التراب من هون ومون، يعني نحفظه متواصل كل مسافه بنحط قطعه من هذا البار اللي هو ايش؟ عفوا قطعه من هاي البلاستيك اللي مشان تحفظه في النص، وبعدين بنعمل ضغط الباطن. طبيعي هاي بعد ما عملوا هيك، هلا بتشوفوا صور للشوتكريت، هاي الشوتكريتنج. احنا كنا في بلادنا مش ضروري تعمل شوتكريت، ممكن شو تعمل انت؟ ممكن تعمل وات از ات كولد اللي هي الطوبر ونصب باطون يعني، تمام؟ مع انه الشوتكريت اسهل، وهذا بميزه. هاي لاحظوا هلا، هاي ضرب النيلز، هاي النيلز هاي، تمام؟ هاي بيعمل شوتكريت، شوتكريت مضخة بس بتضخ زي الباطون بهذا الشكل، زي ما انتم ملاحظين هاي هيك النيلز، تمام؟ هاي النيلز، طبعا هاي رد الحديد، هاي البلاستيك اللي بيحفظه في النص، وهاي النيلز. نشوف اذا في شيء. هاي مثلا ستول نيلينج بروسيس، اي جس ان هذا الانيميشن، شايفين هاي الماكينه كيف بتحفر. هاي عبت باطون، هلا بحطوا بار الحديد. هاي انسيرتنج البار، بعد ما حطوا انسيرشن للبار هلا هي الشوتكريت، تمام؟ اي ثينك ذس شوز. وبعدين طبعا بحطوا البليت هاي اللي هي مشان تحفظ شو اسمه، تحفظ وما يسحبش. اوكي، هلا الشوتكريت هذا مشان يغطي الكونكشن اللي عملناه. في بس انترستنج اشوف انا soil mailing. Let me just see. في شيء بيجيبوه، طبعا هاي محاضره بنصح كل واحد منكم يطلع عليها، اللي هي اللي باشر عليها عمالي. I think you see it. هاي ليكتشر عن تصميم soil mailing لبروفيسور هندي، بيحكي عنها. طبعا انا حضرت المحاضره، which seems to be nice، بحكي لك عن كل الفيلر كرايتيريا والاشكال والانواع وما الى ذلك. هلا في انا هاي اللي انا حابه اورجيكم اياه في الفيديو. هلا اذا بتطلعوا معي شباب، شوفوا هذا مش دريلينج، هذا اللي كنت بحكي لكم اياه. شايفين الماكينه هاي؟ بار حديد عادي قطره 16 او 20 يمكن، شايفين زي الكمبريسر، عاملينها عمال وعاملين يعني ممكن وبضربوا فيها. هلا هاي مش ضروري يكون عمال اللي حاملينها، ممكن انت تنحط على الجراف الصغيره تكون قطع اكبر. فزي ما انتم شايفين هي بيضربوا قاعدين في وهي هذا طبعا بيستربي كلي سيء جدا. اوكي، فهي انا قناعتي فيري فيري تشيب تكلفتها، يعني لا بدها شوت كريتنج ولا بدها، او بديش اقول شوت كريتنج، بدهاش عفوا جراوتنج ضخ باطون، بدهاش دريلنج، هي زي الكمبريسر ماكينه وبار الحديد، رد الحديد العادي، تمام؟ وبتضربه في التربه، طبعا خاصه التربه الطينيه السيئه. اوكي، بتوقع هون في عندي كمان انا، لو جيت انا اشوف انا وياكم بعض هاي الماكينه. تعرف هلا هاي طبعا الجراوتنج بلان، شوفوا كيف الجراوتنج بلانت، عشان هيك بجوز التكاليف عاليه. طبعا هاي الماكينه بتاعت الحفر، شوفوا طبعا هذا الموديل ثاني، هاي بحط الرد في الماكينه، هلا بتبلش تحفر. لاحظين هاي الدريلنج بيت. اوكي، ايوه بأشع، اعتقد هذا الفيديو فيري فيري كلير، تمام؟ ايوه عماله بيحفر يا شباب. طبعا هذا بيحفر وبيعمل جراوتنج ات ا تايم، بيحفر وبضخ الجراوتنج ات ا تايم. اعتقد انه هو نفس الرد بيكون ماسوره مش رد، إذا
زي ما انتم ملاحظين الرد ماسوره تمام مفرغه وبضخوا فيها الجراوت مباشره. اوكي يعني هاي هي افكار. اوكي في شيء اللي هو اللي هو هيليكال اعتقد سويل نيل سوليوشن، هذا الهيليكال سويل نيلينج هذا جيد. هذه الفكره يعني فيري سمبل، تعرف شو تكاليفها وكيف قديش ممكن تكون مكلفه او غير مكلفه، بس هاي الفكره انترستنج يا شباب. اي هوب انه يكون وات ام لوكينج فور، بس اقدم البيت شوي مشان ما نضيعش وقت. هلا اعتقد انه هذا هاي الهيليكال طلعوا شايفين، هو عباره هاي الرد حديد بس مش رد، ممكن يكون ماسوره وعليها القطع الحلزونيه هاي من البليتات الفولاذ. اي هوب انه يكون في شيء هي ذاتس وات ام لوكينج فور. هاي شايفينها يا شباب بالضبط، هاي اللي انا بحاول اجيب لكم اياها، يعني هاي اللقطه شايفينها، شايفين هاي بليته، هو زي البرغي اصلا، زي برغي الخشب الرد هي بالضبط. خلص هلا هاي الماكينه بتضغط وهيك وبتلف وكانك بتشد في برغي في في في, في شو اسمه في المفك. خلص هلا هذا لما يفوت مسافه مثلا 10 متر 5 متر 7 متر، خلص هو لوحده بصير ماسك في التربه في البط اليسار. اوكي لاحظوا هاي الايديا برضه سمبل، يعني اللي بتضرب ضرب واللي بتبرم برم هذول سمبل، ما بدهمش هالتكنولوجي. وزي ما قلنا فكره الشوت كريت مش ضروري تكون، يعني ما ضروري انا اعمل شوت كريت. هاي بالضبط ملاحظين، يعني فيري فيري نايس فيو. شوت كريت زي ما قلت اذا في بلادنا الصعب انه نجيب ماكينات وكذا، بنقدر نعمل طوبار على بعد 15 سم ونعبيه باطن. اوكي طبعا الباطون هذا احتكاكه مع التربه لانه انتكت مع او لانه ان كونتاكت مع الـ 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 اللي هم نيلز، ما بوقعش لما نيجي نحفر تحت. على كل حال يعني ذاتس ذا بوينت. خليني بس ارجع اعمل ستوب شيرنج، نرجع للسلايدات تاعونا. اعتقد الصوره كلير ناو صح؟ صح؟ في حد عنده مشكلة في السويل نيلينج؟ إلى حد الآن التكنولوجيا الموجودة يا شباب في البلد اللي هي اللي هو بيعمل الدريلينج وبحط رود وبصب عليه جراوند، هاي التكنولوجيا وريسنتلي أحد المهندسين في رام الله أثار زينو جاب الماكينة. في حد عنده أي كومنت؟ سؤال جيد ليث، بيقول طب المسافة بين النيلز كم؟ شفت المحاضرة يا ليث اللي حكينا فيه، أنت اكتب سول نيلينج بيطلع لك ساعة وعشر دقائق تقريبا محاضرة لواحد هندي على اليوتيوب بيشرح لك كيف طبعا هاي بتنحسب حساب، إذا أنت عملت السول نيلز تراب كثير في فلوس عالية، وإذا عملتهم إبعاد كثير بنهار الباطون بينهم أو ممكن يسحب من التراب، فهي تصمم تصميم، يعني الفيلير مودز موجودة ذاكرة هو البروفيسور هذا في المحاضرة، و حاكي لك عن ريفرنسز وحاكي لك عن آلية التصميم. فالمسافة بين القضبان أو المسافة بين النيلز ليت تحسب، لكن كرول أوف ثم القضبان اللي بتنضرب ضرب إذا كان هاي اللي جذبتك تقريبا نص متر بتكون المسافة بين واحد وواحد. يعني انا بضرب القضبان نص متر، والرول اوف ثمب الثاني انه طول القضبان تقريبا 7 بالعشرة من ارتفاع الحفر الكلي. يعني اذا بدي احفر 15 متر بدي قضبان طوله 10 متر، اوكي؟ او اكثر شوي 11 متر. تمام؟ I think this idea is cheap compared to other ideas. والجميل فيها انها استباقيه، هذا الجذاب فيها انه الاجراء استباقي. في أسئلة أخرى؟ غير سؤال همام في أسئلة أخرى؟ تمام.
المرة الماضية كنا بدأنا نحكي عن اللاترال اير بريشر، كنا بدنا نروح للرانكاين ميثود، وقلنا انه الفريكشن انجل اوف سويل اللي هي فيه، وحكيت لكم انه بالعاده ورا الجدران الاستناديه بنطم تراب سيلكتيف. هلا انا اللي مستاء منه من كتب الاساسات انه لما بتتعامل مع الشيت بايز بتضلها تحكي بفاي عالي. هلا طبيعي الجدار الاستنادي العادي انا هون التراب هذا بحفره وبطم اللي بدي اياه صح، فبطم تربه فاي لها مش اقل من 30 يعني بالعادة. فعشان هيك منطق انه جداول كتب الاساسات تعطيني فاي اعلى من 30، بس لما بضرب شيت بايل هل انا محكوم بالفاي؟ اه شباب، هل الفاي عندي هون معروفة؟ يعني محد، بديش اقول معروفة it is known، بس هل هي اكبر من 30؟ لا، هاي التربة الطبيعية، هاي التربة الطبيعية، يعني ممكن تكون باي إلى 20 15 قليلة كثيرة، فيها كلي مش فيها كلي. فأنا مستغرب إنه في حسابات كتب الأساسات، طبعا مشان أكون منصف كتب الأساسات تتعامل مع شغل التالي، بتقول لك الشيت بايل في الكلي هيك والشيت بايل في الستاند هيك. طيب والشيت بايل محطوط في تربة إلى سي 20 والفاي 10، شو عمل فيها؟ هي كلي ولا ستاند؟ شو نعتبرها؟ فكونفيوزنج بصراحه، لانه حتى مش عارف يعني انا على صح انه ثيوريتيكلي سي 5 سويل يعني ممكن انك تقول هاي كلي وهاي ساند، بس في الواقع للاسف الشديد في عندك كونتينوس سيستم او عندك كونتينوس سبيكتروم، يعني عندي تربة فيها حبات ناعمة فبتعطيني سي، وفيها حبات مش ناعمة فبتعطيني فاي. شو اعمل؟ دكتور بقدر احكم عليها من البيرنج كاباسيتي ولا لا؟ لا لا، انا الحقيقة دمجت يعني رجعت للبيسك ثيوري وعملت اكسل فايل مشان تصميم الشيت فايلز، واعتقد انه طور عليه مشكورا اسلام، اسلام تعرفه اكبر منكم الدفعة بجوز او اللي هو تطور عليه ظبطه، والاكسل موجود مع اسلام تمام بعد التطوير، التطوير يعني ظبط الشاشات وكيف تدخل معلومات واضاف له بعض الشغلات الاضافيه اسلام. بس انا حطيت في الملف اخذت بعين الاعتبار انه التربه لها سي او فايف، طبعا رجوعا الى البيسك برنسبلز اللي هي لما يكون عندي سي او فايف كيف ضغط التربه وكيف بتقاوم المعلومات. ما علينا، بس هاي حبيت الملاحظة أحكي لكم إياها مشان ما تتفاجئش إذا طلعت على الكتاب. What are the types of failure that we may face in a retaining wall? We've got four types of failure in terms of stability and strength failure mode. We have different types, okay? نيجي للستابيليتي فيلير مودز. في الستابيليتي فيلير مودز هون ما بتكسر باطون، وعشان هيك ما بدنا معلومات كونكريت، بدنا معلومات استاتيكيه وميكانيكيه مواد بس. اول ستابيليتي فيلير مود اللي هو اوفر تيرنينج، وهذا اخطر انهيار للجدران الاستناديه. شو يعني اوفر تيرنينج؟ يعني لا جهه معينه، وهي بالضبط هي الصوره، الجدار يفلت. طب ليش هذا اخطر شيء؟ لانه هذا بيحدث بدون سابق انذار، واذا كان في ناس في المحيط قطعا يؤدي لوفيات. من عدة سنوات قلب جدار استنادي على مرة أظن أو مش متذكر بالضبط وتوفى، يعني شخص ما وتوفى، أوكي؟ وجدار ما تقولش ارتفاعه مثلا 7 متر، لا مترين، متر ونص، مترين بس. هلا بتكون معقول متر ونص؟ اه انت تطلع هلا لو عندك هون طمم تراب وهون ساحة بيت وارتفاع متر ونص بس او متر 70 مثلا. هلا هذا المتر 70 قديش وزنه بيكون؟ يعني لما يكون سمكه 30 سم وارتفاعه متر 70 بيطلع وزنه طن تقريبا او طن ربع للمتر. تخيل هذا لما يقلب، اوكي، وبعطيش سابق انذار مع الاسف الشديد. فايتس فيري فيري
right well scary خلينا نسميها او very unexpected consequences بتكون من مين؟ من ال overturning failure mode. فعشان هيك I recommend ان المعامل الامان هون نعتني فيه بزياده شوي. هلا السلايدنج يزيح الجدار، الصوره هي مبينه، هذا اقل خطوره يعني خطر بس مش زي الاوفر تيرنينج. للمعلومه كثير جدران استنادية بتنهار بالاوفر تيرنينج كثير، يعني تقريبا اي جدار استنادي بس مع انه نهار بيكون اوفر تيرنينج فيلير. ثلاثه البيرنج كاباسيتي، البيرنج كاباسيتي يعني تحت الجدار، طبعا دائما البيرنج كاباسيتي فيلير مود بيؤدي للاوفر تيرنينج، التراب هون تحت الجدار ينهار فالجدار يقلب. هلا مشان تكونوا في الصوره، دائما البيرنج كاباسيتي فيلير والاوفر تيرنينج مرتبطين في بعض. اوكي، يعني الاوفر تيرنينج نو واي يحدث بدون ما يصير في بيرنج كاباسيتي فيلير، لانه حتى الجدار يقلب على الكورنر زي هون الستريس تحت هاي النقطه بصير انفينيتي، فولا يمكن الا التراب اللي هون ما يبلش يزيح ويقلب الجدار بزياده. شو السلوب ستابيليتي فيلير مود؟ هذا يعني صح اقل خطوره من الاوفر تيرنينج لكنه اكثر كارثيه. شو السلوب ستابيليتي يا شباب؟ السلوب ستابيليتي يحدث في حاله بشكل اساسي في حاله وجود تربه حوريه، وزي ما كلكم بعرف من خرسان اثنين انه الحور هو عباره عن ميكستشر من الستون مع تربة ناعمة، يعني بكون في عندي خلطة من حجار كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم وإلى آخره معهم تراب ناعم. هذا الكلام حكيناه في غرسان اثنين. سامعيني شباب؟ لأن عفيف بقول الصوت مش واضح. الكل سامعني؟ لا معناته تمام. بجوز عفيف يعني انتبه للنت عندك، ممكن يكون النت في شوية ضعف أو اللي هو. الآن كمان مرة بعود السلوب ستابيليتي إشيو بوقع في تربة حورية في حال وجود المي والسلوب. شو يعني السلوب ستابيليتي؟ انزلاقات. هلا الحور زي ما بتعرف هو طبقات أو مكون من حجار مع تربة ناعمة. التربة الناعمة إذا بيجي عليها مي بتصير زي شحمة الماتورات. تخيل حالك ماسك قطع حديد، بلول حديد وقطع حديد اللي تمثل الحجار، ومعبي بينهم شحمة ماتورات. هلا طالما إنه الليفل مش راح يصير إشي، لو أنا مسكتهم بصينية وميلت الصينية شو بصير؟ لو ميلنا الصينية اللي فيها قطع الحديد هيك شو بصير؟ بتبلش هاي قطع الحديد تنزلق على بعض، صح؟ هذا اللي بصير في الحوة، تمام؟ فإذا كمان مرة السلوب ستابيليتي ايش بتصير إذا عندك حور تربة حورية أوكي فيها مية وفي سلوب عالي. للأسف الشديد في عاملين من هدول العوامل أو عامل خلينا نقول مش كنترولبل، يعني وجود مية أو عدمه شو بعرف يعني احنا وحظنا، تمام؟ لأنه بحسب المطر وحسب المية المطر وين بتروح وكذا، فبقدرش أدفن إنه هاي حور فيش في مي، هلا فيش في مي بكرة بصير في مي، إذا أجا موسم مطر قوي جدا بصير في مي. السلوب ما هي موجودة برضه مش كنترولابل السلوب. الشيء الثالث اللي هو الحور، مادة الحور، طبيعي خصائص الحور نفسها تؤثر على مين؟ تؤثر على هاي القصة. طب شو بصير في السلوب ستابيليتي؟ لو عندك سلوب هيك تمام؟ هذا السلوب مع الزمن خلص إذا بده ينزلك انزلق وخلص وانتهى وارتاح. وهون في دار مثلا لمين؟ نشوف لنا اسم من الشباب، لعفيف. ماشي، اجى ليث بده يبني هون شارع، فشو عمل ليث؟
حفر فشال هاي الكتلة من التراب. مرات هاي الكتلة اللي شالها عفيف بتكون القش اللي قصمه الظهر البعير. ليش؟ هاي اللي عامل استابيليتي للجبل، فلما يشيل هاي الكتلة ببلش الجبل ينزلق على دوائر، ممكن دائرة انزلاق تكون يعني هاي كتلة التراب كلها تبلش تتحرك بهالشكل. طبعا لما تبلش تتحرك بهالشكل المباني اللي هون شو بصير فيها؟ ستنزل. بتبلش تتحرك طبيعي كونها قواعدها يعني isolated footing او اللي هو most probably، فبتبلش تصدع وتتكسر. هذا بالضبط ما حدث. طبيعي مش ضروري واحد حفر هون، بجوز واحد بنى هون. تمام؟ يعني هلا هذا الميل تبني هون بتزيد حمل فوق فبصير بده ينزلق، تحفر هون بتقلل الوزن تحت بصير بده ينزلق. تمام؟ هذا ما يحدث او حدث في عده مناطق بنابلس، من ضمنها الجبل الابيض مثلا، طريق وادي البادان. بتعرفوه طريق وادي البادان؟ يعني بيصلحوه برد يكسر برد يصلحوه. ليش؟ لانه في انزلاق كمان. كنت نازل جهه البادان من نابلس، هاي الطريق هيك محفور، وهي الجبل اللي فوق وهي الجبل اللي تحت، هون وادي البادان طبيعي. هذا عماله بينزل بصير انزلاق فيه. هاي الكتلة قاعدة تنزل لتحت، عشان هيك بتوكل من الشارع دول. اوكي دكتور، مش هذا اللاند سلايدز كمان بصير بالزلازل وهيك شغلات؟ ما يعزز اللاند سلايدز اللي هو الزلازل. يعني هو اذا في عندك سلوب ستيبل ناو في الايرثكويك اهتزاز، يعني ما تاخذونيش زي ما حكينا الصينيه اللي مايل اللي فيها الحديد مع قطع الماتورات، لو ميلتها شوي صغير انت ما بينزلته، بس لو بلشت تهزز فيها الصينيه شو بصير؟ ببلش ينزل. فاذا صار في عندي اكسلريشن للجراوند قطعا راح يصير في عندنا انزلاق، وانزلاقات في مناطق لم يكن فيها انزلاقات. مع الاسف الشديد برضه في كثير مناطق بنابلس حوريه، مش بس وسلوب عالي، مش بس الجبل الابيض وطريق البادان. تمام؟ ومش بس بنابلس، في رام الله كمان وفي غيره. اوكي؟ فموضوع السلوب استبيل طبعا بكل شو يعني عادي، شو بنحط جدار او كذا. للاسف الشديد المسافات هون هائله والارقام فلكيه. كيف؟ يعني مثلا في البادان هاي السيركل اللي عليها الانزلاق عمقها حوالي 27 متر عن الارض. هاي المسافه 27 متر على ما اعتقد، يعني اكثر من 25 متر. تخيل بجوز هاي المسافه مدى السيركل اللي بصير عليها الانزلاق هذا يكون 100 متر، والبعد لجوه الصفحه هيك بال 3 دايمنشن شو يكون؟ 200 متر. شو رايك ساعتها؟ يعني اضرب هلا انت اذا معك كالكوليتر اضرب 100 في 27 في 200، يعني قسم على 2 او اللي هو على اساس تعطي الفوليوم، شوف قديش فوليوم التراب اللي بيتحرك، شوف قديش وزن التراب اللي بيتحرك عمال. تحكيش عن 100 طن و200 طن او 1000 كيلو نيوتن و2000 كيلو نيوتن، بتحكي بجوز عن نص مليون طن بيتحرك عمال. اوكي؟ طيب دكتور، كيف؟ وما هو اذا صار ورا الريتيننج وول بسحب الريتيننج وول معي 100%. يعني هذا زي الطوفان. الا انا بحكي لكم شو الحل بيكون. واحد من الحلول انك تضرب بايلات او تعمل نيلز اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. تضرب بايلات، بس البايلات اذا حطينا البايلات هيك يعطيك العافيه على الفاضي. يعني يجي واحد يجي يقول لك حط بايلات 10 متر على الفاضي هيك، بالعكس بتفاقم المشكله. ليش؟ لانه البايل اثقل من التراب اللي مكانه، صح؟ بدك تضرب بايلات هيك توصل للرك للبدرك، يعني بجوز طول البايل يطلع 50 الى 60 متر. شوف قديش تكاليف هذا البايل، مش بايل واحد، مجموعه من البايلات. تحكي عن علاج لمشاكل زي هيك، يعني بتصل لخانه الست اصفار.
تحكي عن ملايين يعني، مش عن عشرات الالوف وما الى ذلك. في منطقه الجبل الابيض صار مشكلتين، مشكله حديثه صارت بال 2000 اعتقد 18 17، في مشكله صارت بال 96. طبعا اساتذتنا وزملائنا دكتور عبد الرزاق طوقان او دكتور جلال، اعتقد دكتور جلال كان انفولد، دكتور عصام، دكتور عبد الرزاق كان جزئيا انفولد برضه في المشكله، في علاج المشكله يعني. الان اللي صارت في 96 بحكي عن مالك، الدكتور عصام والدكتور جلال حكوا لي انه الجبل، طبعا اللي بيعرفش وين الجبل الابيض مش انا افهمكم وين، تعرفوا دوار زواته نازل بالشارع الرئيسي هيك، هون بيجي الدوار، هذا الدوار لما تنزل من شارع 25 لتحت الأكاديمية توصل إليه، لو شرقت للشرق شوية هاي المنطقة هي الجبل الأبيض، أوكي؟ شرقي الدوار بشوية صغير، تمام؟ هلا هذا الطريق هو الطريق المؤدي من نابلس لطول كرم. الزملاء بيحكوا لي يعني عند القدس المفتوحة يعني أراوند، هلا شوف يا المنطقة اجمالا كلها حوريه، بس في مناطق حوريه ستيبل اسلوبها قليل او هي تربتها كويسه، في مناطق تربتها سيئه، تمام. يعني الدكتور عصام والدكتور جلال والدكتور عبد الرزاق بيحكوا انه في 96 كان من كثر ما يصير انزلاق، طبعا صار انزلاق والتراب يتجمع هون بالشارع، كانت بلديه نابلس تشيل حوالي 20 ترك من الشارع مشان يضل الشارع شغال يوميا، يعني هي هيك قاعد التراب بينزل وبرفع في الشارع، تمام. فكانت البلدية شو تعمل، هذا الشارع بصير هيك، فيجيبوا جرافات يشيلوا هذه التراب مشان يضل الشارع سالك، يلا كل يوم 20 ترك تراب ينشالوا من الشارع مشان يحافظوا عليه، لا لا يضل سالك الشارع. تخيل قديش كمية الانزلاق اللي بصير. زي ما قلت لكم العلاج لهذه المشاكل عالميا هو بالسويل نيل او فرشاه، انا بعمل نيلز عكس اتجاه الحركه بحيث انها تاخذ توقف الحركه بالاكسل، او بالبايز بعمل نيل، بعمل بايز اللي توقف الحركه بالقص، هذا البايل لما نضربه بالصفر هيك يفوت بالصفر زي مسمار كانك ضربته بالصفر، وهي هي الفيلير، نفترض هي الشارع بتاع رفيجة بتاع عفوا اللي هو اللي بنحكي عنه هلا، السيركل هي هيك، فهذا البايل بيجي بطريق السيركل، اذا بدك تتحرك السيركل بدك تكسر البايل، فطبعا مش بايل واحد، مجموعه من البايلات، وبتوقف السيركل عن من هنا. هذا كله بنعمل له دراسه اسمها سلوب ستابيليتي اناليسيز، اللي بالعاده بيعملوها اكسبيرتس في الصويب زي الدكتور عصام مثلا، الدكتور سامي الى اخره، بالعاده اذا بنطلب منهم مرات. هلا نصيحتي لكم مشان اقفز عن هذا الموضوع، اذا انت بدك تبني ولا بد في منطقه زي هيك حوري واسلوب عالي وممكن يصير في مي او كذا، حط مات فاونديشن للقواعد، يعني اذا بنايتك هون قلنا هاي بناية ليت أعتقد ولا لا، عفيف عفوا، عفيف، إذا بدك تعمل إشي زي هيك حط القاعدة مات فرش على كل القاعدة على كل البناية. شو السبب؟ تخيلوا إنه هاي السيركل مش هي اللي بتتحرك، هاي السيركل اللي بتتحرك اللي منها ولا تحت شوي، هاي السيركل فيش بايلات. هلا إذا هاي فرشة بتصير بناتك زي السفينة، تمام؟ يعني مور اور ليس بتصير زي السفينه، بتنزل مع الجبل ما بتصدعش، يعني اذا بدها تصدع بتصدع تشققات صغيره جدا هنا وهنا، اوكي. اما لما تكون قواعد ايسوليتد لانه الحركه بتكون مختلفه بتنكسر 100%. هلا هون المبنى بينزلق مع الجبل، بينزل تحرك يعني ارضك بتتحرك لها 10 سم 20 سم تصور، اوكي، بس بتضلها بنايتك محافظ عليها، اوكي. لكن لما بنروح احنا لايسوليتد فوتنج، هاي القاعده بتتحرك شكل وهاي القاعده بتتحرك شكل، طبعا مين قال لك انه الانزلاق جاي من بعد بنايتك؟ بجوز الانزلاق يجي هيك زي ما صار في الجبل الابيض هيك،
فاذا كان مات فاونديشن، لانه هاي القاعده موحد السيستم مع بعضه، بتصير تنزل كل البنايه. هلا ممكن تميل البنايه شوي، طيب شو يعني بدها تميل 10 سم مش هالبكثير، تمام، لكن ما بتتكسر. في حال isolated footing بتبلش تتكسر البناية. طيب حكينا عن هذا الموضوع باستفاضة لأنه موضوع شوي مهم، ينصح بأنك تعمل slope stability أو تطلب من أحد المتخصصين يعمل لك slope stability analysis في حالة زي دي. الـ string failure modes بنحكي عن كسر الجدار، بيكسر الستيم، بيكسر الهيل، بيكسر التو، قطع الجدار بتتكسر. وانا اعتقد حكيت لكم انه هاي بسموها ستيم، هاي بسموها هيل، سوري هاي بسموها هيل اللي جات التراب العالي، وهاي بسموها تو. فيعني بده يكسر الستيم، يكسر قطع الجدار بتتكسر. فهذا الجدار مثلا، الجدار نفسه ينكسر وتضل القاعده لحالها، هاي القطعه تنكسر بالمومنت او بالشير والقاعده لحالها. هاي القطعة تنكسر اللي بنسميها الهيل بالمومنت أو بالشير وتضل البقية لحالها. هاي القطعة تنكسر بالمومنت أو بالشير وتضل البقية لحالها. الأوفر تيرنينج معامل الأمان من 2 ل 3 مقبول بيكون. السلايدنج معامل الأمان من 1.5 ل 2. وكيف يحسب الأوفر تيرنينج؟ زي ما قلت لكم استاتيكا. الاوفر تيرنينج العزم اللي بده يقاوم القلب والعزم اللي بده يقلب الجدار. العزم المقاوم مع العزم القالب خلينا نسميه بيطلع مع المعامل الامان. حسابات ستاتكس ليس الا. والسلايدنج نفس الشيء، الفورس اللي بتقاوم الازاحه على الفورس اللي بتزيح، حاصل تسميتهم بعطيني معامل الامان. البيرنج كباستي اي ثينك ايفري بادي نوز زي فرسان اثنين، اقصى ستريس اقل او يساوي كيو ال او بي. وحساب اقصى ستريس بالديناميكا مواد. سلوب ستابيليتي حاكي عنه ذكر انا، زي ما قال لك في اكثر من سيركل. هلا راح تقول لي طب مين دائره الانهيار؟ شو بعرفني حسب المعامل امان. يعني راندوم بدك تحسب تخلي دائره الانهيار راندوم، تيجي تاخذ دائره الانهيار هاي، دائره الانهيار هاي. طبعا المركز برضه موقعه يختلف. فكأنك في ثلاث شغلات، إحداثيات المركز ونصف قطر الدائرة، هدول تضل تغير فيهم وتحسب معامل أمان كل مرة. لما بتوصل أقل معامل أمان هاي بسموها دائرة الانهيار المتوقع. يعني أنا مثلا هاي السيركل الراديوس إلها 50 متر لنفترض أو 20 متر، أوكي، ومركزها هون. في سيركل ثاني مركزها هون والريدس لها 30 متر، في سيركل ثالث مركزها هون، مركزها هون، مركزها هون. فبتصير تغير في الموقع وتغير في القطر او نصف القطر وتحسب معامل امان حتى تحصل مينيموم. برامج الحاسوب بالطبع اللي بتعمل هذا الكلام، بروكن بيعمل ستوب ستابيليتي وبيخلي الموقع الدائره والفيلير سيرفيس مجهول، فبصير هو يصنع فيه ويغير. لما تعمل رن سلوب ستابيليتي على بروكن بقعد له بجوز دقيقتين ثلاثة وهو بجرب لبين ما يوصل لك اللي بدك. قبل لا اني اروح لاكزامبل، هاي بعض البريمينري دايمنشنز لنوعي الجدران اللي هم الجرافيتي، زي ما انتم ملاحظين هاي الستم، هاي الهيل، هاي التو، والكانتيليفر. هاي جاي من كتاب الاساسات الطبيعي بوينت اللي هو كتاب داس، بوينت 3 الحد الادنى، هاي مش دائما نلتزم فيها احنا صراحه هذا الرقم، يعني ممكن اروح لبوينت 2 انا. طب ليش هم حاطين بوينت 3؟ عشان يعرفوا صب. لو بتعرفوا برديش المضخه لازم يكون جوا الطوبار وصب، الا اذا الطوبار منخفض. هلا اذا هذا الجدار 6 متر مثلا، ما بصير اوقف برديش المضخه هون ونبلش نصب باطن. ليش؟ ليش ما بصير؟ اجريجيشن بالضبط. فلازم هذا برميش المضخه يفوت جوا هيك وبلش يصب باطن. فاذا كان عرض الطوبار 20 سم بجوز يعني ما يزبطش، تمام؟ فبحطه مينيموم 30، بس اجمالا ما بنلتزم بهذا الرقم. في حلول ثانيه ممكن تنعمل.
3 متر بالعادة نور، 3 متر هو بالعادة الماكسيموم للصب عشان ما يصيرش السجريجيشن. وزي ما قلت هاي بريليمينري. وفي عندي تعليق على هذا الرقم، في الكود القديم كان هذا الرقم بالعادي مور ذان انف، في الكود الجديد بخرسانة البلد هذا ويل نوت بي سفيشنت. تمام؟ يعني لما ضرب الشير، لما شطب الشير نهائيا في الكود الجديد هذا الرقم بطل يصير كافي. اوكي؟ قبل لا اروح للاكزامبل اسالكم سؤال، الرقم اتش والرقم دي، طبعا لاحظوا كل الابعاد دلاله الرقم اتش، طب من وين بجيبوا الرقم اتش؟ حسب الطوابق اللي بسندها يعني، او يعني التصميم. هلا هو الرقم اتش عباره عن هاي المسافه زائد دي، طب هاي المسافه من وين بجيبها؟ ارتفاع القص، طب هذا ارتفاع محمد من وين بنجيبه ارتفاع القص؟ مظبوط كلامك، بس من وين؟ مين بيشتغل على مشروع التخرج؟ من الواقع، او خليني يعني اضبط شوي المعلومه، من التصميم المعماري، من حل السايت اللي انت بتعمله معماريا. لما يكون في عندك بنايه انت بتعمل حل السايت. شو يعني حل السايت؟ يعني والله في ندخل على المبنى والرامس والكذا. لما انا باجي بعمل رام مثلا في المعماري، اوكي هيك نازله مشان تنزل على باركينج، وبالاتجاه الثالث هون جنب الرام هون عند هاي المنطقه في مبنى، فمعناته هون راح يجي جدار استنادي صح؟ لانه هاي الجهه الليفل الها عالي وهون الرام نازله صح؟ واضح؟ فانا مثلا لو بدي احكي عن شرحه الجدار اللي هون انعرفت تلقائيا مين؟ قديش فرق الارتفاع؟ ليش؟ لانه هذا الليفل معماريا معروف وهذا الليفل معماريا معروف. اوكي؟ باختصار من الواقع زي ما حكى محمد، بس برضه مراعين التصميم المعماري. اذا هاي بنعرفها من الواقع او من التصميم المعماري. طب دي هاي كنت حكيت عنها في فرسان اثنين في القواعد، كم الحد الأدنى لطمم القاعدة؟ هذا بيسموه عمق التأسيس دي. كم الحد الأدنى؟ إذا بنحكي عن صويل هو متر وعشرين سنتي أربعة قطر. إذا بنحكي عن صويل عن تربة، هلا في الصقر يستثنى ذلك، يعني هذا الشرط ما بنقدر نتخطاه في الروك، بس اي تربه غير الروك بدك متر وعشرين سنتي كحد ادنى اللي هو بيسموه عمق التاسيس. ممكن يطلع اكثر، ممكن يطلع 3 متر مترين ونص، بس الحد الادنى متر وعشرين. طبيعي اذا هذا معروف وهذا معروف تقدر تعرف ايش. شو بيفرق طيب الجرافيتي ريتيننج وول عن الكانتيليفر؟ زي ما انتم ملاحظين الجرافيتي ريتيننج وول تقريبا نصاحته من تحت بنصاحه القاعده، اقل شوي صغير اذا ملاحظين معي. تمام؟ في مره سالنا الطلاب سؤال امتحان كنت قلنا لهم اي جرافيتي ريتيننج وول، كنا نبسط عليهم للطلاب، راحوا بعض الطلاب عملوا له قاعده من عندهم هيك. طب انا مش معطيك قاعده انا، اوكي؟ خلص هو نفسه من تحت هو نفس القاعده، فيش شيء بيمنع. اوكي؟ في أسئلة؟ زي ما قلت هاي أبعاد تخمينية وليست يعني هي الأساس في الحل، لكن بتقدر تسترشد فيها. من المعلومات اللي بتهمنا سماكة أي جزء من هدول اللي بيحكموا الشير، يعني العشر H اللي بيحكموا القص في السبين، العشر H اللي بيحكموا القص في الهيم، طول الستم اللي بيحكمه الحفر اللي هو اللي حكى عنه محمد قبل شوي، فرق الليفل اللي عندنا اللي بيج اتش،
طب طول الهيل اللي بيحكمه بالعاده الاوفر تيرنينج، يعني اذا عندي مشكله بالاوفر تيرنينج بفكر ازيد الهيل ما لم يكن هناك مانع. اذا عندي مشكله في البيرنج، في البيرنج كبست بفكر ازيد التو، ازيد طول التو. تمام. في مرات بيكون في الجدران الاستنادية معمول شيء زي هيك برزة، هاي بسموها شير كي، عفوا سلايدنج كي اسف، هاي السلايدنج كي مشان تحل لنا مشكلة السلايدنج. ارتفاعها بيحكم السلايدنج فاكتور اوف سيفتي، يعني اذا انا عندي سلايدنج فاكتور اوف سيفتي دون الحد المقبول بزيد هذا الارتفاع. عرضها او سمكها هيك اللي بيحكم الشير، شير فيلر. فخلي هاي القصص في بالك، يعني هاي المسافه اكس اللي بيحكمها بالعاده مين؟ الاوفر تيرنينج. فممكن يكون عندك سؤال احسب اكس اللي بتخلي الاوفر تيرنينج فاكتور اوف سيفتي 2. Let us solve an example. For the retaining wall shown, check the wall, check and design the wall. Assume. لاحظوا F prime C كم معطي. طب ليش القد F prime C عالية؟ هلا شوفوا، إذا أنا عملت F prime C 24 ميجا باسكال زي ما حكينا سابقا، سمك الجدار مش راح يكفي لا 60 ولا 70 ولا 80 سنتي ولا 90 ولا متر ولا متر 10 ولا متر 20، يعني راح يطلع سمك الجدار بجوز متر ونص، which seems nonsense. اوكي. او بسلفه الاشياء برضه يعني مش كثير براكتيكال. اوكي. من هذا المنطلق انا رحت لخيار 48، اذا بدك تعملها 24 وتزيد تفتش على السماكه المناسبه بتقدر. بس بيطلع السماكه المناسبه اكثر بكثير من 60 سم اللي احنا حاطينه. طبعا هذا مرسوم اوتوكاد. هاي 20 سم من فوق زي ما انتم ملاحظين، ما التزمتش بال 30 انا. في 4 امتار و60 وفي عندي الووتر تيبل. اوكي. متر و40 تحتيها، هون التربه ارتفاعها 90 سم هاي المسافه. بعدين بيجيني 60 سم اللي هي القاعده، وبعدين 60 سم هذا الموضوع. اوكي. والارتفاع كله بيطلع 6 متر، يعني هاي المسافه كامله 6 متر. لحد فوق القاعده، يعني بيج اتش 6 امتار و60 اذا بدنا نكون دقيقين. لاحظوا تقريبا التزمت نوعا ما في الابعاد. سؤال مرح جيد، بتقول مرح انه في الدول اللي بتتعامل مع الكود الجديد في التصميم عاده شو بيعملوا؟ هو اللي بيتعامل مع الكود الجديد هي الولايات المتحده الحقيقه. وبجوز بيتعاملوا لانه تنسيش من الكود 2019، يعني لسه ما لحقش ينحط في البيلدينج كود. اوكي. هلا مشان تكونوا في الصوره يا جماعه، الاي سي اي هو بنسميه سبيسيفيك كود او سبيسيفيكيشن. البيلدينج كود، كود البناء، بيكون هو الوثيقه القانونيه اللي بيصمموا على اساسها. كود البناء دائما بيعمل ريفرنسنج للكودات الخاصه. فبتلاقي كود البناء الانترناشونال بيلدينج كود بيرجعك للاي سي اي. على الانترناشونال بيلدينج كود الليتست فيرجن منه اللي هي 2018. تمام؟ فاعتقد 2018، 2018 يعني كان قبل الاي سي اي 2019. فمعناته الفيرجن الحاليه من الانترناشونال بيلدينج كود لا تستخدم الاي سي اي 2019. على لما يطلع الكود الجديد 22 او 21 الانترناشونال بيلدينج كود، اعتقد كل 3 سنين بيطلعوه مره، يعني يمكن بهاي السنه يطلع، ممكن يرجعونا للاي سي اي 2019. بس هلا سؤالك شو بيعملوا في امريكا؟ الباطون ابو 250 ويعني 25 24 ميجا باسكال و 28، هذا بصبوا له الشوارع يا مرة. تمام. يعني الباطون العادي هو اللي قوته 40 ميجا باسكال، هذا العادي اللي هو بنسميه 6 كي اس اي او 4 كي 5 كي اس اي، هذا العادي جدا. يعني 5 كي اس اي اللي هو 35 ميجا باسكال
و6 كي اس اي 42 ميجا باسكال، هذا الباطون الدارج العادي اللي بنصبه بالاسقف بنصبه. تمام، العمدان بصبوا باطون قوته تصل ل 140 ميجا باسكال او 120 ميجا باسكال. اوكي، فيعني عمالنا بنحكي عن الجدران، هذا صح ما فيش ريكويرمنت، بس هذا الرقم بامريكا مش عالي، يعني باطون شبه عادي. في ال 2006 او 5، لا 6 يمكن، لما عملت الاكسبيرمنت تاعوني في الدكتوراه من 10 من 15 سنه، طلبنا باطون من الشركه قوته 120 ميجا باسكال، مش صنعناه في المختبر، لا، تلفون على شركه الباطون بدنا باطون قوته كذا كذا، ودوا لنا خلاطه ونصور. واضح؟ يعني براكتيكال. فهلا هون، هلا لو هاي في بلادنا، طب شو نعمل؟ في بلادنا بصممش على الكود جديد من اصل. تمام؟ اوكي؟ طبعا الا في حاله واحده حكيت لكم يمكن الملاحظه سابقا، وهي الحاله الوحيده اللي مخليتني متمسك في تدريس الكود الجديد، اللي هي انك انت اذا لاحقا بعد ما تخرجت بسنه سنتين رجعوا اليو اس ايد، رجع الفند بتاع المشاريع، وجاك مشروع تصميم مدارس فيها جدران استناديه، المدقق مش راح يقول له والله كود كذا، يقول لك وين رايح انت، ما في كود جديد، بتعمل لي بالكود اللي صار له 10 سنين ولا 15 سنه منتهي، فساعتها بتكون في معضله انك بدك تتبع الكود الجديد. اوكي، على كل حال، اذا هذا هاي الاف برايم سي انا خلينا نقول عملتها من باب الابعاد تضل منطقيه، اذا بدك تروح ل 24 ميجا باسكال جرب، وضلك زيد في الدب، زيد في الدب على الاكس العمل هذا بدك، راح تلاقي انه الدب راح يطلع رقم 30، يعني بجوز متر ونص. طيب هاي الاف برانس، الاف واي فاين، الكوفيشنت اوف الفريكشن، معامل الاحتكاك بين الجدار والتراب اللي تحت، يعني هذا الجدار لما بده يزيح في احتكاك بصير هون، قوه احتكاك. اوكي، فمعامل الاحتكاك بين التراب والجدار نص، وهذا الرقم من وين بقدر اجيبه؟ بالعادي يا شباب معامل الاحتكاك هذا يتراوح بين 3 بالعشرة الى 7 بالعشرة تبعا لنوع التربه اللي تحت الجدار. اذا التربه ممتازه بوصل 7 بالعشرة، اذا التربه سيئه 3 بالعشرة، فكاني انا ماخذ تربه متوسطه، والدليل هي قوه تحملها زي ما انتم شايفين، تربه متوسطه، والابعاد المرسومه هون بالمتر. طبيعي خصائص الباك فيل سويل هيها باي 30 وجاما للسويل 18. ضل اخر ملاحظه في معطيات المساله احكي لكم اياها، طب ليش انت فرضت الووتر تيبل هون؟ بالعادي يا شباب في الجدران هاي بيكون في مواسير محطوطه مايله بالميل هيك، اسمها بكايات. هلا هاي المواسير ضروري لما تنحط بده يكون فيها شويه ميلان، مشان المي لما تتجمع هون تنزل منها. والشيء الثاني ضروري تكون فوق التراب اللي هون، يعني لو حطينا البكات بهالشكل يعطيك العافيه على التراب، صح؟ وهي المواسير بتنحط كل 3 4 متر ماسوره، كل مترين ماسوره، تمام؟ مشان تمشي المي. هلا انا لما جيت حطيت هاي المسافه متر و40، من هون عندي 90 سنتي، فبضل من هون لهون 50 سم، يعني كاني فرضت الماسوره مرتفعه عن الارض مع ميلانها 50 سم. طبيعي الماسوره فيها شويه ميلان، بنعمل لها سلوب 2 3% مشان المي تمشي بسرعه، اوكي، ممكن اكثر شويه، فبصفي كانه الماسوره هون مرتفعه عن الارض حوالي 30 40 سم، مشان لو حدا بلط، لو حدا عمل شيء تضلها تيجي على المي على الارض مباشره. واضح؟ في حد عنده كثير؟ البيسمنت ريتيننج وول بيكون في مواسير؟ هلا البيسمنت، سؤالك جيد، البيسمنت وول، طب اذا حطينا مواسير المي وين بدها تروح تصير؟ تيجي على البيسمنت؟ لا. كيف الحل؟ سالوني قبل يومين الطالبات اللي عندي في مشروع التخرج شو نعمل؟ عندهم بيسمنت وول، فهلا انت عندك بيسمنت وول هيك، هذا بلان توب فيو. تمام؟ فباجي انا بعمل لاير من التراب الخشن، من الطمم الخشن، ماله
على ارتفاع معين بالميل هيك، يعني لو اطلعت بالاذر فيو، لو اطلعت من هون بلاقي انه هاي الجدار وانا بعمل هاي الطبقة هيك، تمام؟ هاي مش ماسورة، ممكن تعملها ماسورة اذا بدك مخرمة، او لاير من التراب الخشن، تراب اللي هو سنجل سايز خشن جوزية مثلا، جوزية اللي هو حبته كبيرة، بتكون زي الكولية زي الحصمة بس حبته كبيرة. فلاحظ انه هاي بتشتغل كأنها قناة، يعني المي بتصير تنزل تتجمع فيها وتمشي في القناة، بتضلها ماشية. طبيعي بال 3 دي في كمان جدار جاي هيك، حلو، فبرضه بتكمل نفس الأسلوب. لاحظ انت شو عملت ساعيتها، شو عملت ساعيتها انت الشاب اللي سأل، انت تبع معي زي مواسير زي تنظم المياه. كأنك عملت. هلا في ناس بتحط ماسوره مخرمه وبعدين بحطوا حواليها الجوزيه، بصير تمام. فانت ومرات بحطوا جيو تكستشر اللي هي طبقه مشان تمنع تسرب حبات التراب الناعم اللي تسكر الماسوره، تمام. فبتصير المي تتسرب على الطبقه الخشنه، وشو تعمل، وتفوت في الماسوره او تضلها ماشي في الطبقه الخشنه وتطلع من هنا. لهون بتكون عامل لها انت تصريف بطريقه ما، اوكي. ممكن تجمعها في بير هون وتضخها اذا كان الليفل ما بيساعدكش، بس ما بعمل مواسير جوا البناية. بيسمنت، تخيل يعني بيسمنت مخازن ستورج وتبلش المي تنزل، مصيبه صح. تمام دكتور. If you don't do that بدك تفترض ساعتها انه الووتر تيبل على اعلى مستوى ممكن. يعني اذا هي الجدار الاستنادي انا ما عملت شيء، بفترض الووتر تيبل هنا، يعني كانه التراب لا اخره، هذا بيزيد الضغط بشكل هائل. طيب هاي المعطيات. الان اول شغله بدنا نعملها يا شباب في حل هاي المساله اللي هي اللاترال اير بريشر. فبحسب البريشر كوفيشنت زي ما حكيت، هذا كانتليفر ريتيننج وول، ما دام كانتليفر معناته هون اكتف وهون باسيف، فانا باجي بحسب الباسيف كوفيشنت والاكتف كوفيشنت حسب راين تايم. للمعلومه اذا هذا الجدار بنحطه في البروكون بطلع ماله a lot less forces، لانه بروكون باي ديفولت بيستخدم كولوم، كولوم قلنا يعني اقرب للواقع. تقدر انت على البروكون تغير وتروح لرانكن. سمعتوا في البروكون من قبل ولا لا؟ مهندس سوا حكت لكم عنه ولا لا؟ بروكون البي بروكون هيك، هذا برنامج حاسوب بحلل الجدران الاستنادي وبيعمل شغلات ثانيه زي ما حكيت لكم، بيعمل سلوب ستابيليتي وما الى ذلك، تقدر تنزله عندك. فهذا في طريقتين، رانكاين وكولوم. كولوم اقرب للواقع، بس لما بدك تقارن في المساله حط رانكاين اول شيء. ما علينا، نرجع ل الرقم واحد ناقص ساين تي على واحد زائد ساين تي. في احد عنده مشكله بهاي؟ شو رايكم شباب؟ في حد متمشكل فيها؟ طبعا الثاني ريسبروكال لإلها ثلاثة. رجاء اذا في حد منكم عنده مشكله بهاي السلايد يحكي لي، اتس فيري سمبل سلايد. اوكي، نكست سلايد اللي نحسب البريشر. اتذكر انه من هون المعامل ثلث، من هون المعامل ثلاث. هذا الرقم صفر كيف طلع؟ احنا الفورمولا اللي عندنا شو بتقول؟ بتقول انه الكي، عفوا، انه سيجما هورزنتال البريشر الهورزنتال بيساوي اللي هو كي المعامل سيجما فيرتيكال برايم زائد ضغط المي زائد سيجما ووتر. على الجهه الشمال اللي بتساعد دي فيش ووتر، بدك تفترض. واحد بيجي يقول ليش ما تفترض ووتر؟ وجود الووتر بيساعدني بزياده، لانه كل ما زاد هذا البريشر بقل الاثر على الجدار، فمعناته انا بديش افترض في الشوط اللي هي الورست كيس سيناريو. والكي 3 فصارت السيجما الافقيه بتساوي سيجما العموديه في 3.
كم البريشر العمودي هون؟ كم البريشر العمودي هون على سطح التراب؟ صفر صح؟ على سطح التراب كم البريشر العمودي؟ هون كم البريشر العمودي؟ زيرو، فيش. هلا بجوز واحد يقول طب ما فيش لايف لود هون، حتى لو في لايف لود بهمله لانه هذا بيساعدني. تمام؟ هون زيرو، في ثلاثة زيرو. طيب نيجي لل 81 كيف نحسبه؟ كيف حسبنا ال 81؟ عند هاي النقطة الارتفاع متر ونص. هاي المسافة متر ونص. كيف حسبنا ال 81؟ بقول سيجما هوريزونتال بتساوي 3 اللي هو المعامل ضرب متر ونص الارتفاع ضرب جاما للتربة 18. اللي هو ايش؟ اللي هو الجاما اللي معنا، بيطلع هذا 81. لاحظ انه هذا هو الضغط العمودي ضربناه في 3. تماما الرقم اللي تحت حسبناه. ايوه 113. كيف حسبنا ال 113؟ شو بتغير؟ هاي المتر ونص بتصير 2.1. من وين جبت ال 2.1؟ هاي المسافة. اللي هي متر ونص زائد 60. في حد عنده مشكلة؟ في حد شاكك في الدايمنشنز ارجع وارجي اياها ولا تمام الامور؟ طبعا بيطلع الجواب هو مش 81، 113.4 عشان ما يصيرش كونفيوجن عند اي منكم اذا واحد بدرس. لا مالناش لسه في معامل الامان محمد. لا مش معامل، ما بنحسب معامل الامان. قصدك الكي انت؟ الكي لا مش معامل امان، معامل لاترال ايرث بريشر. اللاترال ايرث بريشر اللي هو اي معادلته؟ لطيف، اي معادلته محمد. للجهة التراب العالي بيكون اكتف ويحسب بهذه الطريقه، ولجهة التراب الواطي بيكون باسيف ويحسب بهذه الطريقه، اللي 1 زائد ساين فاي على 1 ناقص ساين فاي، هون العكس. تمام محمد؟ لو كان الجدار بيسمنت الجهتين بيكونوا اترست، واترست بتكون 1 ناقص ساين فاي، ساين فاي المعنى. اذا هاي الجهه خفيفه الدم من الجهه الشمال. على الجهة اليمين نفس المعادلة بس بثلث. الضغط العمودي هون كم؟ كم الضغط العمودي؟ صفر. لا 20 كيلو نيوتن. لايف لود ال 20 ضرب ثلث كم بيطلع معك؟ 6.67. يعني عندك ثلث ضرب ال 20 بيطلع 6.67. هذا الجواب. تنسوش هاي المسافه 4 امتار و60، بس مشان ضلنا متذكرين لسطح المي. لحد هون ما فيش مي لحد الان. كم الضغط العمودي هون؟ عند هاي النقطة كم الضغط العمودي؟ هاي الثلث اللي هو المعامل، بدنا نضربه في الضغط العمودي، كم؟ ال 20 ما هي موجودة، بدنا نضيف لها. بصير بس أنا بدي أعملها بطريقة أخرى. ال 20 اللي هي إيش؟ ما هي موجودة. نزيد لها وزن عمود التراب اللي هو 4.6 18. إذا في حد معاه كالكوليتر يتأكد إنه فعلا الرقم بيطلع هذا الرقم 18 4.6. تحكي عن 10.8 72 82.8 100 على 3. مظبوط الرقم. تأكدت من الكالكوليتر؟ اه نفس الرقم. هلا لما نيجي لهاي النقطة الارتفاع صار 6 متر بس في مي، فكيف نحسب عند هاي النقطة؟ هاي النقطة زنخة شوي. هاي ثلث فيه
ضغط التراب العمودي ماذا يساوي؟ ضغط التراب العمودي الإفكتيف يساوي ضغط التراب طبعا زائد العشرين ناقص ضغط المي. ففي 20 زائد 6 في 18 هذا ضغط التراب ناقص الميات. كم الميات؟ 1.4 في 10 طبعا جامع المي 10. هذا بدنا نزيد ضغط المي 1.4 في 10 عشان هيك وجود المي بفاقم المشكله، لانك انت طرحت المي وزدت المي، لكن هون طرح المي مضروب بثلث، هون جمع المي ماله؟ جمع المي ماله؟ مش مضروب بثلث. قديش بيطلع هذا؟ 128 ناقص 14 114 بثلث 2 قديش؟ مضبوط 38 و14 52 والجواب 52. دكتور ليش أول مرة ضربنا بثلث البريشر تبع المي بعدين؟ هلا هي المعادلة بتقول K سيجما برايم فيرتيكال زائد سيجما وتر، هيك المعادلة. سيجما برايم فيرتيكال زي ما أنت بتعرف اي هوب بتساوي جاما التربة ارتفاع التربة ناقص جاما المية ارتفاع المية، عفوا ارتفاع المية. واضح كيف؟ طبعا السيجما للمية هي نفسها جاما المية في ارتفاع المية. فلاحظ انت هون بتطرح المي بس بتطرحها مضروبة بالفاكتور وبترد تجمع المي، هيك المعادلة اصلا تمام اللي حفران كان. يعني بس التربة لحالها بالاول بعدين بجمع لها التربة 100%. هلا بتاخذ التربة لحالها مطروح منها المي مشان تطلع وات وي كول افكتيف سويل بريشر تمام، نضربه في المعامل وبعدين تجمع لها المي تمام. في حد عنده مشكلة يكمل يحسب هدول الأرقام؟ هذا الرقم كيف بيطلع؟ هذا الرقم كيف بيطلع؟ نفس الأسلوب بس اللهم أن الارتفاع بزيد. قبل لا أوقف المحاضرة، طب هدول الأرقام كيف طلعناهم؟ interpolation يعني مشان أضل على هذا الخط المستقيم. إيش بدي فيهم طب هدول الأرقام؟ حالياً مش لازمين بس مشان تعرفوا الفيزيكال مينينج لإلهم. هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم هم لو فيش مي، لو الووتر تيبل مش موجود، يعني لو المي تحت تحت مش ما فيش مي من مرة. طب شو بيفيدني هذا؟ بيفيدني في الحسابات بعدين عشان لما بدي اقسم هذا الشكل اقسمه لمستطيل ومثلث كبير ومثلث صغير ناتج منه تمام. عشان هيك حسبت الارقام اللي باللون الاحمر واللي هم حاليا مش لازمين لكن راح يلزموني بعدين. اي اسئله عندكم؟ في حد عنده اسئله؟ في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ ماشي يعطيكم العافيه. بتمنى من الشباب اللي ما تفاعلوش مع موضوع الامتحان موعد الامتحان يتفاعلوا بسرعه مشان نبلغ رئيس القسم بالموعد المراد ان شاء الله. دكتور بس يعطيك العافيه. يعافيك تفضلي. دكتور بخصوص المشروع اللي منزله انت يعني على الموديل، هذا لازم جروب ولا كيف؟ اه طبعا جروب. المفترض المهندس سلا بلغتكم انت بتحضر العملي ولا لا؟ والله نزلتها متاخر وما دومت فيها لانه كنت مسجلها متاخر. وكنت في مجموعه وتشتغلي معها وتشوفي المهندس فيها وتحضر العملي. في العملي في بروجرس ايفالويشن، يعني المشروع يا حنين يقيم باتجاهين، اتجاه بروجرس تقيم المهندسه ويتم تقييم المشروع ثلاث او اربع مرات خلال السمستر وترصد هاي العلامه نصف علامه المشروع، وما تبقى بيكون على الريبورت اللي بتسلمه المجموعة. الآن الباقي بيكون ثابت لكل المجموعة بس البروجرس بيكون متغير.
دكتور مش عارفة، صار لي فترة بحاول أتواصل مع المس، ما في رد من قبلها، يعني ما مش عارفة شو الوسيلة أتواصل أنا معها كيف. بتواصل معها وببلغها إنها تتفاعل معك. تمام؟ تمام، شكرا لك دكتور. الله يسلمك. أي أسئلة أخرى؟ بس المهم إنه تدخل ضمن جروب حنين مشان أمورك تكون بالسليم. إن شاء الله هي بس ترد علي بخصوص، مشان تفرجيني شو الجروبات أتواصل معهم، عشان هيك. تمام إن شاء الله. أسئلة أخرى؟ في حد عنده أسئلة أخرى؟ طيب يلا، يعطيكم العافية، نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله.